حصيلة مهمة. هذه الإشكالية ديال السكن الوظيفي بالنسبة للصحة وإشكالية كبيرة ونقطة سوداء بالنسبة لهذا القطاع ديال الصحة. تنشوفوا أطباء تقاعدوا مازال شادين السكن الوظيفي، تنشوفوا أطباء اللي قدموا استقالتهم في القطاع عمومي ومازال شادين السكن الوظيفي، تنشوفوا أطباء اللي توفوا ومازال الأسر ديالهم شادين السكن الوظيفي، أطباء وممرضين. باش نحافظوا على الأطباء في القطاع العمومي على الأقل، على الأقل نوفروا لهم السكن الوظيفي. عندنا أمثلة وعلى سبيل المثال كاين مسؤولين في القطاع ديال الصحة وتحمل المسؤولية، مدير المستشفى الإقليمي ديال القنيطرة عنده سكن وظيفي في المحمدية وعنده سكن وظيفي في القنيطرة، وبغيناكم تفتحوا تحقيق في هذا الموضوع. واليوم المديرة ديال المستشفى ديال المحمدية ما بغاش تلتحق بالعمل إلا باش يتوفر لها هذا السكن الوظيفي. عندنا في جامعة سيدي علال التازي المركز الصحي الطبيب 10 سنوات وهو تقاعد، واليوم مازال شادنا السكن الوظيفي، ولا اكثر من هذا الشيء هذا كامل، وبغيناكم تفتحوا تحقيق. هو دايرها ضيعه اللي فيها الابقار والحيوانات ديالو وسط المركز الصحي. هاد الثروه ديال الاصلاح اللي تتقوم بها وزاره الصحه مهمه، ولكن ما بغيناش تبخسوا هاد العمل ديالكم وهاد العمل اللي تتقوموا به في هاد الاجراء اللي تيقوموا به بعض الاطباء. وشكرا. جواب السيد الوزير تفضلوا. شكرا السيد الرئيس، وشكرا السيد النائب المحترم للالتفات لهذا الموضوع هذا اللي هو قديم ياك متراك بزاف، كاين اللي شيخو تما. الوزاره عندها المسؤوليه اليوم باش تحاول يعني تحل هذه المعضله هذه. اولا خصنا نفهموا واحد المساله، راه ما بقاوش المستشفيات اللي كيتبناو بالسكن الوظيفي، لان الامور تبدلات، التكنولوجيا والتليفونات والافلاط وداك الشيء سهلوا قربوا الامور يعني من دور جديد. حنا اللي كنشوفوا بان خصنا نشجعوا السكن الوظيفي في المناطق، في القرى، في الجبال، المناطق البعيده. اما هذوك كاين فيهم جوج ديال الامور، كاين هما اللي هما قابلين للتفويت ربما غادي يكون فيهم واحد النظر، كاين هما اللي غير قابلين للتفويت يمكننا نستعملوهم الاطر الامور الاخرى وغادي يجي الوقت ديالهم. حنا كنهضروا على التسمين ديال الموارد البشريه، ما غنحلوش جميع الجبهات اليوم، غادي نمشيو دقه دقه نصلحوا هذا ومن بعد ندوزوا لحاجه اخرى. وشكرا.